طير في السما، أشيلك يا ضنايا شيل، قوم يا مصري. أغاني رائعة وصوت رائع فعلا، مفتقدين وبقالنا كتير جدا. معانا في هذه الفقرة من مصر كل يوم الفنان الجميل والصوت الرائع الفنان إيمان البحر درويش. أهلا بحضرتك ومنورنا. الله يخليك. طبعا احنا سعداء جدا ان حضرتك معانا. هنتكلم في شويه مشاكل خاصه ده طبيعي بازمه النقابه، ونبدا بيها ولا نبدا ب نبدا بالمشاكل عشان نحلي في الاخر بس في مشاكل ثانيه غير ازمه النقابه. انا تحت امرك. طيب نبدا بازمه النقابه. ليه حصل جدل كبير جدا عن ازمه نقابه المهن الموسيقيه؟ ايه اللي حصل قوي كده في الفتره الاخيره يعني؟ مش الاخيره، هو الجميع يعلم ان ال 30 سنة اللي فاتوا خلقوا عفن في كثير من أجهزة الدولة. أنا لما مسكت النقابة أعلم أن هناك عفن لا خلاف، بس لابد أن أنت لما تكوني ماسكة في وقت حرج جدا وفي بلطجة ومصر لم تستقر والأمن مش بالشكل الكافي، فبالتالي لازم تمشي يعني تحاولي أنك توفري فلوس معاشات تصل إلى 700 ألف جنيه أو أكثر. وإعانات بقى للناس ورعاية صحية تصل إلى مليون جنيه، فلابد أن أنت تقدري تمشي المركب بشكل أو بآخر. تمام. وتتجنب الصدام. وقلت للناس كلها، جمعتهم قلت لهم اللي هيمشي بما يرضي الله هشيله فوق راسي، اللي مش هيمشي بما يرضي الله ملوش مكان بينا. ده البداية. وبعدين شاء رب العالمين أنه هو يعلم خلينا فعلا وما تخفي الصدور أن جاب لي الفكرة. أن طبعا الفكرة دي بتيجي من الناصية دي، فهذه الناصيه هي اللي تديكي الفكره. فربنا سبحانه وتعالى اداني فكره ان انا قلت لهم انا هصور جميع مجالس الاداره. هذه المجالس مصوره، هذه اثبات لما فعله ايمان البحر درويش طوال فتره ما كان موجود في النقابه. تمام. فدي اثبات ليا انا واثبات عليهم هم في كل الاكاذيب اللي هم بينشروها بالناس ان انا دكتاتور واني واني واني. جيت انا بعد هذه الفتره في 15/5 سنه 2012، انا مسكت في شهر 7/2011، في شهر 5/2000 عملت مؤتمر صحفي في نقابة الصحفيين، كشفت فيه فساد داخل النقابة. فانفجر عش الدبابير بوابل من الاتهامات. كشفت فساد؟ فساد في الإدارة؟ فساد، لا، فساد في أموال عامة، في الأموال العامة، في استيلاء على مال عام. طب خليني أقول لك برضو أستاذ إيمان، بس احنا نكمل عشان نقدر نخش، عشان بس الناس تفهم الوقت. عشان هجيلك في الفساد دي مهمة قوي. هذا الفساد عندما كشفته أمام الرأي العام في 15/5 ابتدت الاتهامات تنزل عليا في شهر 6 تقريبا، 14/6، بعد ما فتحت هذا الملف. بعد ما فتحت هذا الملف. تمام. وطبعا المعروف انك انت عش الدبابير انفجر فيك نتيجة ان انت بتكشفي فساد داخل النقابة، يمس حتى داخل ناس موظفين من داخل النقابه واعضاء مجلس موجودين وسابقين. كل الاتهامات دي انا خدتها، اهم من فيها ان انا خدت 15000 جنيه من فلوس النقابه ولم اردها. خدتها امتى؟ في شهر 10/2011. والاتهامات في شهر 6/2012. وفي محضر جرد من الجهاز المركزي محاسبات في 29/12/2011 يثبت ان مفيش ولا مليم بره هذه الخزنه. تمام. فمعنى كده ان الفلوس دي اتردت تاني الى الخزنه. الحاجه الثانيه، ال 15000 جنيه دي فلوسي اصلا، يعني انا بدي فلوس من جيبي للناس ما لهاش حق قانونا تاخد فلوس. زي في بعض اصحاب المعاشات في المنتسبين، فانا بدي فلوس من جيبي فخلصت فلوسي، فطلبت 5000 وبوزعهم امام الناس، وهم باعترافهم قالوا ان هو بيوزعهم. الفلوس دي بتاعت ايه بالظبط؟ دي فلوسهم بديهم منحه. المنحه بتاعت النقابه ياخدها الاعضاء العاملين. تمام. فكنت دايما بحب ان انا اخلي الناس المحتاجه هي اللي تاخد، فيقول لك لا لازم كل الناس تاخد. فقلت لهم يا جماعه اللي محتاجه هو ياخد. فتلاقي في بعض الموسيقيين يجوا يركنوا عربياتهم تحت وتلاقي ياخدوا 100 جنيه ويمشوا. فطبعا اسلوب كان انا عايز انظم حاجه وهم مش عايزين ينظموها. فالمهم ان بعد ما حصل الكلام ده الفلوس دي انا بوزعها ناس باعترافهم مش بحاجه ثانيه. فخلصت ال 5000 فطلبت 10 وبوزعهم على الناس. فبالتالي الفلوس لما اتردت الى النقابه ثاني بعد ما كشفت الفساد راحوا عاملين هذا الاتهام، فرفعته الى نيابه الاموال العامه العليا. انك ما ردتش الفلوس دي تاني. ان انا ما ردتش فلوس. مع ان هناك يعني هو ده الاتهام اللي كان موجه ليك. تمام. مع ان محضر الجرد في 29/12/2011 عارف ان الخزنه فيش ولا مليم بره، فمعنى كده ان هو يجب ان يكون اترد. فقالوا في الاول ان الموظف هو اللي رد فلوس، فقالوا لا، لو الموظف رد فلوس يبقى حرامي، هرد 15000 جنيه ازاي وهو مرتبه قد ايه؟ فقال لك لا، راحوا مصلحينها بعد كده ان احنا الموظفين لموا من بعض. فطبعا كل الكلام ده كلام غريب جدا لسبب واحد. انا القانون بيسمح للمجلس ويسمح لي ان انا اتقاضى اجرا في كل لجنه
بتاعت من العاملين من المنتسب الى عامل او ناس داخله النقابه جديد. ما هو على حسب الاجر قد ايه؟ الاجر بتاخدي على كل واحد يدخل يمتحن ما بين 15 ل 20 جنيه. فبالتالي كل واحد بيطلع له 2000 3000 جنيه في اللجنه. انا بحضر جميع اللجان ما باخدش ولا مليم. فبالتالي لو عملت 10 لجان 30000 جنيه. 20 لجنه 60000 جنيه ما باخدهمش وهم حقي قانونا فما باخدهمش، فربنا بيحفظني من هذه الاتهامات. ليه ما بتاخدهمش طيب؟ عشان كده، عشان هناك هذا المنصب لخدمه الاعضاء، مجلس اداره كله لخدمه الاعضاء. ولذلك لو عملت انتخابات وقلت يا جماعه الجمعيه العموميه ما فيش حد مجلس اداره ياخد فلوس ولا واحد هيترشح من الناس دي. ان هي اصلا انت هذه المناصب خدميه. فبالتالي لما اقول لك هو متمسك بمنصب ليه؟ لا انا مش متمسك بالمنصب. انا عندي حوار مع وفاء الكيلاني. قالت لي لو المحكمه حكمت لك بكذا هترجع؟ قلت لها مش هرجع بس لازم اعمل حاجات معينه للنقابه اللي هم ائتمنوني عليها الجمعيه العموميه الانتخابيه. ايه الحاجات المعينه اللي عايز تعملها؟ اني لازم اطهرها من هذا الفساد. فهذا الكلام كله الحمد لله ربنا، يعني مواقف الانسان دايما بتثبت هو بيعمل ايه. طيب اتكلم معاك على بما انك فتحت ملف الفساد طبعا، وبالتالي بدات تظهر الاتهامات الموجهه اليك بقى بشكل كبير جدا. زي ايه؟ اتهامات بالفساد برضه استاذ ايمان. طيب يعني مثلا من ضمن الاتهامات اللي كانت موجهه اليك كان في بعض المطبوعات. ايوه المطبوعات دي اتقال انك ما عرضتهاش عملتها لحد قريبك لبنت عمك، اتقال كده تحديدا. طب اقول لحضرتك ان هي اللي قامت بالموضوع ده وانه ما تعرضش في مناقصه علشان تختار اقل العروض مثلا. طيب يعني اقول لحضرتك يا ريت بقى تفصل لنا الموضوع ده. عمي ما جابش بنات خالص اساسا. دي نمره واحد. اللي بنت عمي دي اللي هي المصممه دي بتاخد 4000 وشويه. هو بيقول لك المطبوعات ب 160000 جنيه. طبعا الكلام ده كله غير صحيح، ان انا دايما بيجي لي العروض، هذه العروض موجوده بتاخدي اقلها. كل هذه العروض موجوده في النقابه فممكن يخفيها ويقول لك انا عملتها من نفسي. في عندي كمين صندوق بيمضي في الاول. بالظبط. والوكيل الاول بيمضي، لو مش موجود انا اللي بمضي. لكن هناك واحد امين صندوق مسؤول ان يكون هذه العروض موجوده. ما هو قيل انه مش من حقك انك تمضي. لا انا امضي، انا امضي لما يكون الوكيل مش موجود. بالظبط. انا ما بمضيش الا اذا كان الوكيل مش موجود. النقطه دي بقى بالذات عليها جدل كبير جدا يا استاذ ايمان، انه الوكيل فقط هو اللي يمضي، ان مش من حقك انك تمضي. لا لا، الوكيل الاول والوكيل الثاني وده بيك. لو مش موجودين هتعمل ايه؟ هتوقفي حال الناس؟ ولذلك في اعتماد للتوقيعات في البنوك. لو لم يكن قانونيا لما تم صرف حاجات كتير قبل كده. تمام. انا بمضي على، بالاضافه الى ان انا بخاف بيني وبينك ان انا عارف ان في فساد كبير جدا فلازم كل حاجه فيها فلوس تجيلي. عشان كده انا دايما بخاف على دي. مش حته ان انا امضي، انا عايز احط نفسي في مسؤوليه؟ ما ينفعش. فبالتالي كل اللي بيقولوه ده ليس له اي دليل. وده كان اقل العروض فعلا؟ لازم يكون اقل العروض. يعني كان قدامك كذا مناقصه مثلا فيها كذا عرض وده كان اقل العروض؟ انا ما اقدرش اوافق الا كده. لكن انت لما يكون عندك كل الاوراق في النقابه. وكان حد من قرايبك طيب ولا لا؟ ما بقول لك ما في، يعني مش لازم بنت عمك. عمي له ثلاث اولاد. ابن عمك طيب، يمكن المعلومه اختلطت عليهم. لا يعني لا مش اختلطت، هناك كذب وافتراء شديد جدا. ولذلك كنت اطمع من سياده رئيس الجمهوريه. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا انبئكم باكبر الكبائر؟ فيقول لك قول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور. حتى الصحابه قالوا ليته سكت. فبما لدى رئيس الجمهوريه من خبره شديده في القانون سياده المستشار. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول اكبر الكبائر فهي السبع الموبقات منهم الشرك وقتل النفس وغيره وغيره. فيجب ان يكون هناك قانون. وما الذي يضير الصحفي الشريف الذي يكشف الفساد ان يكون لديه المستند لكشف هذا الموضوع؟ إذا لم يكن لديك مستندات تؤكد حقيقة ما تقول فيجب عليك أن تعاقب عقاب عندما تمس شرف إنسان هو شريف لم يرتكب فسادا ولكنك تدعي عليه كذبا بهذا الشكل. لابد أن يوقف هذا التشهير بكل شرفاء مصر. فطبعا دي من ضمن الحاجات. موضوع بقى فيه الإيصالات. الإيصالات اللي هم بيقولوا عليها، الإيصالات دي محددة القيمة، بمعنى إيه؟ إنها مكتوب عليها 500 جنيه أو 30 جنيه أو 50 جنيه وفي الصعيد. ليه في الصعيد؟ لأنك تم اكتشاف إن في واحد كان ماسك بني سويف. الإيصال ب 500 جنيه مورده 50 جنيه. ده معناه إن الدفتر كله بدل ما يورد 25000 جنيه يورد 2500 جنيه. ياه. طبعا.
فبالتالي لما انا عملت بلاغ لنيابه الاموال العامه العليا، نيابه الاموال العامه العليا لديها كم من البلاغات شديد جدا، فبالتالي يجب ان احنا نعذر النيابه في عدم اتخاذ قرار ضد هؤلاء الناس. فبالتالي يجب انا اتخذ اجراء تحفظي لدرء هذا الخطر على النقابه، ما يبقاش فيه تلاعب تاني. فرحت الى المطابع الاميريه. ايوه مطابع امريه يعني ايه؟ يعني حكومه. فلما رحت للمطابع الامريه راحوا باعتين جواب للمطابع الامريه ان انا يوقفوا اي حاجه انا عاملها هناك خاصه بالدفاتر. فاضطريت ان انا اعمل هذا الموضوع بره المطابع الامريه، ولكن اخبرت بيه معالي وزير الداخليه ان انا هيتم طبع دفاتر كذا وكذا 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 حتى استطيع اتجنب حته ان احنا ما فيش فلوس تخش الا بالقدر الكافي، ال 25000 جنيه يخشوا 25000 جنيه. الكلام ده كله انا بعمله وربنا اللي بيحفظني فيه، ان مفيش حد بيعمل كده الا اذا كان هو فعلا ماشي بالطريق السليم. الحاجه الثانيه، في محضر اتعمل في سوهاج على هذه الدفاتر. تمام. قال لك ان الدفاتر دي مش عارف ايه مش قانونيه وان وان. فتم تقديم التوريدات اللي راحت للبنك للنقابه في حساب النقابه الى النيابه، فالنيابه حفظت هذا البلاغ. وبالتالي لم يتم التظلم عليه. فبالتالي اصبح نهائي في هذا الموضوع. ولكن بعد الاحكام القضائيه يعني مجلس الدوله واحكامه دي انا بسميها احكام تاريخيه. لما تصدر الاحكام بهذا الشكل ويصدر حكم المحكمه الاداريه العليا اللي هو نهائي، فيبتدي كل بقى ايه مش عارفين يعملوا ايه. خلاص. فقال لك نعمل بلاغ فيه في الاموال العامه ان هو عمل دفاتر، ما الكلام ده اتعمل في شهر 5 اللي فات. تاني بيعملوه تاني. بيعملوه تاني. فيعملوه تاني عشان يعملوا شوشره بس. الراجل ده بياخد فلوس يحطها في البيت. طب ما انا كنت اخد فلوس احطها في البيت، كنت خدت الفلوس اللي من حقي قانونا اصلا. هي خاصه باللجان. اللي باللجان اذا كنت انا ما اخدهاش يبقى انا هطمع في ان انا اخد 15000 جنيه او اطمع ان انا عايز هذا المنصب عشان اخد ايه؟ ما اخدش حاجه. الحاجه الثانيه، في شيء بسيط جدا. انا كان فرح بنتي وانا نقيب. الطبيعي انك لو قلتي فرح بنتك كل الناس هتيجي جنبك. طبعا. ما عزمتش ولا حاجه. مصطفى كامل كان عيد ميلاد بنته او ابنه، شوف الصور موجوده ازاي. انا ما عملتش كده. يبقى انا لا استغل هذا المنصب بشكل يخليني ابقى طمعان في هذا المنصب. انا راجل بستنى الاحكام القضاء، قدامك حاجتين. اما انك لو طمعانه في هذا المنصب فتخشي بالجمعيه العموميه اللي ايدتك اكتر من الضعف مرتين، تروحي مهيجاهم على هذا الموضوع فيروحوا هاجمين على النقابه، وانا لا احب هذا الموضوع خالص. طيب بالنسبه لموضوع مصطفى كامل انا عايزه اتكلم فيه فضل. بشكل خاص فضل. بس عايزه حضرتك الاول تغني لنا اغنيه حلوه كده. لا بعد ما نخلص هنبتدي نغني زي ما احنا يعني ما ينفعش يبقى في فاصل باغنيه؟ ما ينفعش فاصل عشان نخلص ده وبعدين نروق بعد كده. طيب هو الحقيقه يعني اتكلم كتير جدا انك حاولت انك تقلل من دوره كنقيب للموسيقيين يعني. هو اصلا هو كنقيب موسيقيين بيقول لك انا بستقيل. اولا من 27/7 الانتخابات بتاعته كانت في شهر تقريبا 5. 27/7 صدر حكم القضاء الاداري بالغاء هذه الانتخابات. فبالتالي ليس نقيبا. وبالتالي هناك 12 عضو مجلس. فهو ليس عضو مجلس وليس نقيبا. بيستقيل من ايه؟ لما تكوني نقيب ومنتخبه من جمعيه عموميه وهذا الموضوع تم البت فيه في القضاء الاداري. يبقى انت مش نقيب ولا عضو مجلس. فبتستقيل من ايه؟ ده شيء كان غريب جدا. وعمل لي مداخله في احدى القنوات وفقد اعصابه وابتدى فتم قطع المكالمه عليه. لكن انا بالنسبه لي هو عمل ايه؟ هو نقيب ولا مش نقيب؟ طبعا هو الفنان مصطفى كامل ليه حق الرد طبعا بما ان احنا بنتكلم عليه. لا حق الرد بس مش تداخل، حق الرد يجي يعمل برنامج مع حضرتك يتكلم زي ما هو عايز، لكن يرد انا عملت فيه بلاغ في النائب العام. فمش كل شويه بقى هعمل له بلاغ في النائب العام. كده كفايه. طيب رديت على النقطة الخاصة انك بتحاول ان انت تقلل دوره وكلمت على مسألة ان هو لا مش هقلل دوره. مصطفى كامل عندما يكون نقيبا للموسيقيين وهو لا يعلم أي شيء عن المقامات الموسيقية على الإطلاق، هذا شيء مشين لجميع موسيقيين. ليه حق الرد برضه يا أستاذ إيمان. يرد زي ما هو عايز، بس أنا بكلمك ده في حوار بيني وبين أستاذ وائل الأبراشي. فقلت له بيقول لي أنت مستكتر عليه إزاي يبقى نقيب موسيقيين. فقلت له نقيب موسيقيين يا مصطفى أنت تعرف أي حاجة في المقامات الموسيقية؟ ما نطقش اسم مقام واحد. يعني المقام الواحد ده مثلا اقول لك ممكن كان يقول لي مثلا بياتي او نهواند، اقول له البياتي ده ايه؟ النهواند ده ايه؟ ده اقصى احتمالي. لكن نقيب موسيقيين ما اعرفش ولا مقام موسيقي؟ لا اعتقد ان هذا شيء يشرف جميع الموسيقيين ان يكون نقيب الموسيقيين لا يعلم شيء عن المقامات الموسيقيه.
ده شيء صعب جدا. طيب جدا. على ان هو دلوقتي برضو مش معانا، فهو ليه حق الرد برضو. بس ده ليس عيبا في شخصه. ليس عيبا في شخص مصطفى كامل، ولكن لما يكون بني ادم نقيب للموسيقيين فيجب عليه ان يعلم ما هي الموسيقى، ويتعامل مع الدكتور، ويتعامل مع الاقل العازفين. يعني الواحد لازم يبقى عنده حته ان انت تتعاملي مع كل الموسيقيين عندك، بدايه من الطبال والرقاق لغايه الدكتور لغايه مايسترو. فلازم يكون عندك الثقافه التي تجعلك تتعاملي مع جميع هذه الطبقات من في الموسيقى. طيب نخرج من موضوع الفنان مصطفى كامل لان هو برضو مش معانا، هو من حقه ان هو يرد طبعا. هتكلم على اللي احنا تابعناه امبارح، عوده الاحتفال بعيد الفن مره تانية. شايف عوده الاحتفال بعد 33 سنه؟ انا مستغرب الكلمه دي بصراحه. ازاي يعني احنا بنتكلم بعد 33 سنه كان الفن كان يحارب طوال 30 سنه اللي فاتت؟ انا لم اجد هناك حرب على الفن في 30 سنه، بالعكس كان هناك تكريمات لكثير من الناس. ولكن سياده رئيس الجمهوريه عندما صعد على المسرح واتكلم، هذا الرجل العظيم انا احترمه واجله تماما، تكلم عن الفن، الفن بما له من تاثير، الفن بما له من قيمه حتى يتغير شكل الفن اللي احنا شايفينه ده. لكن طوال 30 سنه مش فاهم الفن كماله. يعني مثلا لو هنتكلم، على السنه اللي فاتت، مش هنتكلم طبعا على 30 سنه كلها، ولكن هنتكلم على لا هنتكلم على مشاكل الفن وعدم، بالعكس رئيس مبارك كان بيستقبل فنانين كتير جدا، ده قبل الثوره طبعا، طوال ال 30 سنه تمام كانت تقدم اعمالا كثيره جدا جدا جدا. واعتقد الله يرحمه استاذ عمار الشريعي لما غنى اخترناك وغنى كل، وكان الناس تتسابق انها تغني رئيس مبارك. هذا الكلام مسجل، انا ما اعرفش ازاي بيقولوا هذا الكلام بشكل عجيب جدا جدا. لغايه امتى هنفضل احنا نحاول؟ يعني 33 سنه وكان عيد الفن تم انقاذه اليوم. هذا الكلام غير صحيح. سيادة رئيس الجمهوريه بيتكلم على الفن الذي له تاثير، الذي لم يكن قبل 30 سنه. قبل 30 سنه كان هناك فن. كان فن بعد ثوره 23 يوليو، كان فن نتغنى به حتى يومنا هذا عندما نحتفل بالجيش ونحتفل بالشرطه ونحتفل ما لا يغنوا الا كل الاغاني العظيمه اللي كانت قبل 30 سنه. كلمت على الفتره اللي قبل الثوره، ولكن طبعا بعد الثوره الدنيا اختلفت خالص. وبتكلم بشكل خاص على السنه اللي فاتت، او يعني السنه الخاصه، مش السنه اللي فاتت، السنه الخاصه بحكم الاخوان، وان كان في الحقيقه اعتداء واضح جدا على الثقافة وعلى الفنانين وعلى الفن وعلى دار الأوبرا المصرية لو تفتكر طبعا اللي كان بيحصل. برضو ده يخلينا ان احنا نشوف انه عودة الاحتفال بعيد الفن دي خطوة تعتبر كويسة جدا بعد الأحداث دي. حضرتك فهمتيني غلط. انا لم اقصد ان هذا الاحتفال شيء مش صح. انا فاهمة انه انا بتكلم على ال 33 سنة، العدد نفسه بس. الرقم نفسه يعني لا، انك انت تتكلمي على الفن وكان الفن في طوال ال 30 سنة اللي هم كانوا فيهم عهد، اللي هو اتضح ان عهد فساد وقامت الثورة نتيجة هذا الفساد، ان الفن كان يحارب. لا، لم يحدث هذا الكلام. كان الفن الذي يقدم فن فيه كثيرا من النفاق. دي الحقيقه اللي الناس تعرفها ومحدش بيقولها، معرفش ما فيش غير اللي بيقولها كده، مش فاهم في اين الاعلاميين. استاذ طارق الشناوي، استاذ طارق الشناوي نفس الراي برضه. هم كفر ان هم عندنا اعلاميين يعني من الشرف ومن النزاهه ان هم لما يجوا يقيموا هذا الموضوع يقيموا كل فنان عمل ايه وقدم ايه. فلما تتكلمي على 33 سنه لم يكرم الفن، لا، الفن كان يكرم وكان الناس تتسابق في تقديم الفن الغير صادق. بلاش اقول عليه كلمه ثانيه، لكن كان فن غير صادق. اعتقد الفتره اللي جايه هتبقى فتره مختلفه تمام، لان عندنا قيادات لا تحب التطبيل. هناك قيادات لا تحب التطبيل، وحضرت موقف من هذا، من هذه المواقف. لما ذكر اسم سيادة المشير السيسي فامتعض وجهه، يعني رجل رفض ان يقول عليه حد ان طول ما السيسي فوق الدنيا. هذا الرجل رفض هذا الكلام. هذه قياده مشرفه، وبالتالي هذه قيادة نفخر بها أن يكون مصر بها قيادات بهذا الشكل. وسيادة رئيس الجمهورية لا يحب التطبيل. هؤلاء الناس تفهم جيدا من هو المنافق ومن هو الصادق، يعلموا جيدا ذلك. وبالتالي هيبقى في اختلاف تماما من قبل الفنانين في طريقة تقديمهم لرسالتهم بعيدا عن النفاق اللي كان بيحصل قبل كده. عندما يكون رب البيت بهذا الشكل فلن يكون إلا هناك صدق فيما يقدم.
حتى لو كان هناك نقد. وانا اجد ان حتى لو كان هناك نقد صادقا سيكون مؤثرا حتى عند القيادات. فتاخده بعين الاعتبار لتغير من المسار. انا شايف ده دي وجهة نظري. طيب ممكن استراحة مع صوت حضرتك وبعدين نكمل كلامنا. لا انا عايز اقول بس حاجة صغيرة علشان هناخد فاصل كمان دلوقتي. فاصل دلوقتي نقولها دلوقتي؟ طب لا قبل الفاصل. ناخد قبل الفاصل حاجة بعدين نرجع بعد الفاصل نخش في الجو الثاني. هم بعد ما طلع القرار بتاع المحكمة الإدارية العليا عملوا حاجة اسمها سحب الثقة من النقيب. سحب الثقة من النقيب ان هم قال لك باكتساح. فنيجي نقول القانون بتاعنا بيقول ايه؟ القانون بتاعنا بيقول في حالة حل النقابة. يعني ايه تحل النقابة؟ تحليها خالص. أو سحب الثقة من النقيب. أو عزل مجلس الإدارة للمادة 25 من قانون 35. فيجب أن يكون بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية. اللي حضر زي ما بقول لك بيعتمد على المادة 24 إن يكفي 10%. فهل يكفي 10% لحل نقابة تخدم 90%؟ هذا كلام يبوظ قانونا. الحاجة الثانية أنا عملت تحذير للجمعية العمومية. هذا التحذير بقول فيه بعدم المشاركة في هذه الجمعية العمومية. يحذر الفنان إيمان البحر محمد سيد درويش بصفته النقيب العام للمهن الموسيقية السادة زملاء أعضاء الجمعية العمومية في المشاركة في أعمال الجمعية العمومية. تمام. لما يكون عندك صادر قرار من هيئة قضاء الدولة المشاركين ولهم حق المشاركة، طبعا ده اللي النقابة قالها لهم مدى صحتها محدش يعرف. 3788 لم يحضر إلا 955. ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ اذا كان 3788 لم يشارك في هذه الانتخابات ما يقرب من 2900 وشويه. يبقى سحب الثقه من النقيب 90% كما يشاع. هذا كلام غير صحيح خالص. دي نقطه مهمه جدا وكويس ان حضرتك اشرت اليها. وبعدين عندما يتم الاستعانه بالاستاذ مرتضى منصور لازم تعلم ان هم في زنقه شديده جدا. اتعملت استعانوا بالاستاذ مرتضى منصور نظرا لهذا الرجل له خبره في هذا المجال في الانتخابات بتاعت مصطفى كامل. وتم رد هيئه المحكمه بخبرته فتاجلت حكم المحكمه فتم عمل الانتخابات التي تم الغاء من قضاء اداري وتم اخضار للمال العام. فدلوقتي احنا عاملين قضيه لوقف الجمعيه دي فتم برضه دخول الاستاذ مرتضى منصور تاني فيتم تاجيل القضيه، ولكن في النهايه لن يحق إلا الصحيح من خلال القضاء الإداري. طيب أنا بتوقف في فاصل، حضرتك اشرب مياه كويس أو ينسون علشان هنستعد بعد الفاصل لصوت الرائع فنان إيمان البحر درويش. وبذكر حضراتكم أنه بعد انتهاء برنامج مصر كل يوم مباشرة هتلتقوا مع حفل غنائي للفنان القدير صفوان بهلوان بمناسبة ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. انتظرونا بعد الفاصل مع الصوت الجميل إيمان البحر درويش. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، مصر كل يوم بيتواصل معاك وأيضا بيتواصل هذا الحوار مع الفنان إيمان البحر درويش. برجع لك تاني وعايزين الأغنية اللي اتفقنا عليها قبل الفاصل. حاضر. قلت لي إنك هتغني أغنية بمناسبة طبعا إنه كان لسه يوم الشهيد. فأغنية أشيلك يا ضنايا شيل ولا أغنية تانية؟ لا طبعا الشهيد لا يوجد على وجه الأرض أفضل مما هو في كتاب الله. طبعا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احيانا عند ربهم يرزقون. فانت عندك يعني مات البدن يعني راح الصوت عايش في جنه عدن هو الشهيد بيموت. فالشاعر اسمه مصطفى درويش واخد المعنى اللي موجود في الايه فصيغ هذه السياق. إيه يعني مات البدن؟ إيه يعني راح الصوت؟ عايش في جنة عدن هو الشهيد بيموت. إيه يعني مات البدن؟ إيه يعني راح الصوت؟ عايش في جنة عدن هو الشهيد بيموت. هيمه عطره يفوح عارف دي اخرتها، ابدا ما ياخد روح غير اللي خاليها. يا ريتنا اكون وياه
في سبيل الله الله كلماتها رائعة ويعني مؤثرة جدا. بما ان احنا بنتكلم على يوم الشهيد هنفتكر برضو ان الاحداث طبعا اللي بتحصل دلوقتي واحداث العنف اللي بتحصل وهنتكلم على جماعة الاخوان. طبعا في كلام كتير جدا اتقال عن انتماء الفنان ايمان البحر درويش لجماعة الاخوان وانك كنت على منصة رابعة، فانا عايزة توضح للناس بس حقيقة الموضوع ده. يعني انا اتمنى لو في حاجه من احدى اللقاءات كنت موجود في نقابه الصحفيين واتكلمت وقلت طبعا ده اثناء حكم الاخوان مش بعد، فبالتالي لما يكون اثناء الحكم غير ما اقول دلوقتي، لو قلت دلوقتي يقول لك ده راجل بيقول الكلام ده لكن هو عمل حاجه غير كده. كل البرامج عندي مسجله، يعني في برنامج في الميدان هتلاقي ليا مواقف وليا قول معين قلته اثناء حكمهم. اتكلم على نقابه الصحفيين، قلت ان الاخوان المسلمين تحتل مصر ولو موجود لو يعرضوا لنا حاجه يبقى بيظبطوها ويعرضوها دلوقتي على طول. الحاجه الثانيه بقى ان انا لما تكون حتى كذاب حاول لما تكون بتكذب اكذب في شيء لا يمكن حد يقدر يرده لك. لكن تقول لي انا صليت في رابعه. يعني انا بهاجم الاخوان بهذا الشكل وهم عندهم تسجيل ليا ان انا في رابعه وما زعهوش. واللي انت بتقول ان انت عارف ده في حاجه ثانيه اشد من كده. دكتور رضا رجب بيقول ان انا سافرت مع دكتور مرسي سوري، ده الجديد. وبالتالي كمان ان انا كنت مع الاخوان، ده برضو جديد. وتواجدت على منصه كانت في يوم القدس. لا هذا الموضوع مختلف تماما، ان انا بعمله علنا مش درع. يعني لما يكون اليوم العالمي للقدس وعندما دعيت لهذا اليوم الكلام نفسه لما يقول لك ان استاذ ايمان من فضلك احنا اليوم العالمي في 40 دوله بتحتفل بالقدس، واحنا القدس ليست الاخوان المسلمين، القدس ليست غزه، القدس ليست حماس. علشان يا استاذ ايمان كانوا هم ساعتها اللي منظمين الحفله وكانت ساعتها الاحداث في مصر يعني هم كانوا في اتجاه ناحيه القدس وغزه ومصر نفسها كانت الاحداث فيها صعبه جدا. بس انا لا يعنيني الاحداث بقدر ما يعنيني عندما تكون هناك 40 دوله تحتفل باليوم العالمي للقدس فيجب ان تكون مصر في المقدمه. هذا ما وبعدين انا ماضي تمرد علنا. عندما امضي تمرد علنا امام وزاره الثقافه فبالتالي مش عاملها تمويه. مفيش حد من الاخوان هيمضي تمرد. انا راجل مشهور وكل من يحبني هتلاقيه لازم يمضي على تمرد حبا في هذا الرجل. فانا بشجع كل الناس اللي بتحبني انها تمضي على تمرد زيي. فبالتالي ما ينفعش يبقى تمويه. فلما امضي تمرد علنا واروح في معقل الاخوان المسلمين هذه شجاعه اعتقد انها يبقى في صفي وليست ضدي. وكلمت احد اصدقائي اللي كان ماسك مدير مكتب الاستاد، قلت له انا جاي عشان اغني اذن يا بلال فممكن حد يتعرض لي باي شيء فمن فضلك خلي حد جنبي. ده اللي انا عملته. لم يكن هناك وزير الثقافه ما كانش موجود. مين اللي يتعرض لك؟ الاخوان المسلمين. مش انا ماضي تمرد؟ لما اكون ماضي تمرد هتروحي هناك تعملي ايه؟ اكيد ممكن حد يتعرض لك باي شيء. الحمد لله عشان انا اشتريت رضا الله بسخط الناس، فمهما كان بعد ما خلصت بتاع لقيت حوالي 10 شيوخ او 15 شيخ طلعوا لغايه الاستوديو يسلموا عليا بحراره شديده جدا لما قلت من معاني فهذه الاغنيه. لما مشيت في واحده بس جت تقول لي ازاي تمضي على تمرد، كان ده بعيد عن المنصه. فكان جنبي الحراسه بتاعتي فمفيش حد قدر يتعرض لي بشيء. لكن انا مستغرب على الاكاذيب، وانا فاكر ان في احد الصحفيين بعت لي مسج اللي هو كان يظن انني من الاخوان المسلمين. انا كنت بدن في جامع وبغني اذن يا بلال وبغني اه يا عبد الله. فبالتالي الراجل ده شكله كده رايح الناحيه دي. وكان ممكن النظام السابق كان حاسبني على الاخوان المسلمين او كان بينشر هذه الاشاعه. ممكن وارد يعني ان انا ما كانش ليا ما بعرفش انافق، ما بعرفش اطلع اقول اي اغاني. ولذلك لما غنيت اشيلك يا ضنايا شيل في اسكندريه قبضوا على ابني وحاولوا يعملوا له قضيه بشكل او باخر. طبعا مش هذا الكلام. مش هذا الكلام بشكل كبير جدا. وكان اعتقد كثير ما قال الاستاذ وائل الابراشي قال ان الداخليه تعاقب ايمان البحر درويش على غناء لخالد سعيد. وانا لم اغني اي حاجه، انا غنيت اشيلك يا ضنايا شيل
إهداء لروح هذا البني آدم، وتحية لأمه وتحية لشعب اسكندرية على موقفه تجاه قضية خالد سعيد. أنا لم أذنب، فكتب فيها تقرير أنا مش عارف هيجت 35,000 على الشرطة. أنا لم أهيج على الشرطة حاجة لمجرد غنيت الأغنية دي، مجرد إنك تغني بس إن يكوني ضد بس التيار اللي على السيادة. طيب احنا دلوقتي التسجيل الخاص بحضرتك جاهز، هنتابع هذا الجزء الخاص برأي الفنان إيمان البحر درويش أثناء حكم الإخوان، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. نموت جميعا ولن يبقى ظالم في هذا البلد. طيب احنا طبعا شفنا الجزء ده مع حضراتكم اللي بيوضح موقف الفنان إيمان البحر درويش أثناء حكم الإخوان. ده بالنسبة للآراء اللي كانت بتقول إنه الفنان إيمان البحر درويش بينتمي إلى جماعة الإخوان. التسجيل ده الحقيقة أبلغ رد. ليك تعليق بعد التسجيل ده؟ وخلاص يعني هو تسجيل أبلغ رد يعني. لا هو مش أبلغ رد بس، لكن لما تكون عندك مواقف واضحة بهذا الشكل وحد يدعي عليك كذبا بهذا الكلام، مش فاهم يعني إيه الناس دلوقتي لما يدعي عليك الكلام ده. دلوقتي أنت بتتكلمي على جماعة إرهابية. يعني ايه جماعه ارهابيه؟ يعني اي بني ادم من اولادهم اتقتلوا ايوه نفسه يشوف واحد من الاخوان المسلمين عشان ياخد بطاره. فبالتالي انت يدعو الناس لاعتبار هذا الرجل الذي كان يهاجم الاخوان المسلمين من احد الناس اللي هم من الجماعه الارهابيه. وبذلك انا عملت بلاغ النائب العام في هذا الشكل، في هذا الشأن. طيب عايزين نبقى مع الفنان إيمان البحر درويش الفنان أكتر في الجزء المتبقي من الحوار، فاضل بالظبط 6 دقايق في الحوار. على طول كده. عايز عايزة إن أنا أستفيد من وجودك معانا. حابب إنك تغني إيه دلوقتي؟ في أغاني كتير رائعة الحقيقة. في ولكن الحمد لله أني كل المواقف أنا ما بحبش أندم على شيء أنا عملته، فهقول لك اسم الالبوم الجديد اسمه مش ندمان. مش ندمان الالبوم الجديد دي اغنيه لسه ما نزلتش خالص. لسه هايل ده حصري بقى للبرنامج. انا غنيتها قبل كده في اكتر في اللقاء. تمام. لكن هو ان شاء الله هو المفاجاه في الالبوم ده شكل التوزيع الموسيقي. عامل شكل الحمد لله انا فخور بيه الحمد لله. ترى بقولها لك ومش ندمان، أنا آسف أنا غلطان، بقولها لك ومش ندمان، أنا آسف أنا غلطان، حرمت أعيش لأحزانك أو أقول الآه علشانك، حرمت أعيش لأحزانك أو أقول الآه علشانك، ما أقدرش أعيش أوهام، الإحساس خدعني وخان، بقولها لك ومهما يكون، ولو بعدك نهاية الكون، بقولها لك ومهما يكون، ولو بعدك نهاية الكون، كتير القلب إحساسه بيغلط أو ساعات بيخون، وأنا آسف لإني نسيت وقلت في يوم أنا حبيت، وأنا آسف لإني نسيت وقلت في يوم أنا حبيت، عيون محتاجة بر يا مان. رائعة. أشكرك. لا بجد. أشكرك. يعني رائعة. أشكرك. طيب ليه بتتأخر في إصدار أي ألبومات غنائية جديدة؟ ليه؟ أكيد طبعا بتختار أحسن حاجة، بس برضو في تأخير يعني. وفي حاجات يعني في حاجات مني أنا نفذتها مرتين ثلاثة. لان الكلام ده بحضره من زمان. اتنصب عليا مره، وبعد كده كنت هنزل الالبوم ده قبل الثوره. فحصلت احداث القديسين. فبناء على ده احترمت دم الناس اللي ماتت، فاجلت رايد الحب. الدموع دي ايه؟ متاثر من الاغنيه ولا لا ايه؟ لا ولا برد ولا لا ايه؟ لا لا الجزئيه بتاعت اشيلك ضنا شيل والجزء بتاع الخلاصين الواحد بيتعجب. اتاثرت بيه جدا. لا الواحد يتعجب ازاي
يصل الفجر في الكذب الى هذا الشكل. يعني انا لم ارى في حياتي كذبا ورجال تكذب بهذا الشكل خالص طوال حياتي. فانا الحمد لله رب العالمين ربنا بيبعت لي مسجات تخليني اصبر شويه. عندما خالد بن وليد عندما سبه احد الاشخاص وهو خالد بن وليد سيف الله المسلول يعني يستطيع ان هو يقضي عليه في ثانيه قال له هي صفحتك فاملأها بما شئت. هي صفحتك فاملأها فهو هي صفحتكم فاملأوها بما شئت وانا محتاج حسنات. ان الامام الشافعي بيقول لو كنت مغتابا لاحد لاغتبت امي فهي احق الناس بحسناتي والغيبة ذكرك اخاك بما يكره ان صح ما فيه ويعلم الله ان كل ما تقولوه ليس في منه شيء خالص على الاطلاق. الحمد لله. والتسجيل اللي احنا زعناه دلوقتي وكان ليك تسجيل تاني خلاص طيب يعني هو طيب. ده احسن رد يعني الحمد لله الحمد لله. طيب عايزين لازم قبل ما نختم ما ينفعش خالص ان احنا ما نسمعش اغنيه تضميني من الفنان ايمان البحر درويش. لا اقول لك الحاجه من اقول لك حاجه من قلبه مجيب طبعا. يا ضحكة رسمة دموع من فينا كان مخدوع يا ضحكة رسمة دموع من فينا كان مخدوع من كان بيصرخ وصوته مش مسموع يا حبي كان غدار قصتنا مش اشعار قصتنا طلعت النار كانت بتحرانا ايه اللي فرانا من بعد اشوانا ايه اللي فرقنا من بعد اشوانا ومن في لحظة خوف من الحلم فوانا. الله كله احلى من بعضه بصراحة. اشكرك ربنا يخليك. طيب احنا قدامنا دقايق قليلة جدا ونختم. قبل ما نختم طبعا هيبقى برضو في اغنيه هنختم بيها ولكن هو كان ست دقايق بنطول علشان نسمع صوتك اكتر. الله يخليك. طيب كلمه اخيره في